الاستثناء، أداة الاستثناء هاي إلا يساوينا بالبسط. طيب كيف عرفنا بأن هذا؟ أعطانا الله سبحانه وتعالى القسم الثاني من المعادلة الرياضية، أعطانا صار، خلينا نسميه أعطانا قيمة صار، وأرادنا أن نكتشف قيمة سين المجهولة، قيمة سين المجهولة. إذا أعطانا صار وأعطانا النتيجة وهو أسلوب قصر، فيريد أن نطلع لنا قيمة سين المجهولة. فإذا نقول هل هنا لم تأتي للاستفهام، هل هنا لم تأتي للاستفهام، وإنما جاءت لمن؟ جاءت للنفي وليس الاستفهام. ماذا نعمل؟ نعمل على استبدال هل بأداة النفي، فأقول ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا حولت الجملة من جملة استفهامية إلى جملة قصرية، إلى جملة قصرية. كيف؟ من خلال استبدال هل بما. إذا أقول هذه هل الاستفهامية جاءت بمعنى ما وليس جاءت للاستفهام، لأن سياق الكلام لا يدل على أن هناك استفهاما في الجملة، لا يدل على أن هناك استفهاما في الجملة، وإنما هل هنا جاءت للنفي، جاءت للنفي بمعنى أن الذي يحسن إليك يجب أن تحسن إليه، الذي يحسن إليك يجب أن تحسن إليه، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا هنا استخدم في النص القرآني نسميه بأحد أساليب القصر، ما هو القصر؟ هو تحديد المعنى. القصر هو تحديد المعنى وتحجيمه. مين يتكون هذا الأسلوب؟ يتكون من ركنين أساسيين، النفي زائدا الاستثناء، النفي زائدا الاستثناء. والنفي بأدوة النفي المعلولة، سواء كانت لا النافية أو ما النافي أو غيره من أدوات النفي. فإذا النص القرآني أعطاني الاستثناء، أراد أن أطلع النفي هنا، فأقول هذه هل هنا ليست استفهامية وإنما جاءت للنفي، وتقدير قوله تعالى هو ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فإذا أقول هل هنا ليست استفهامية وليست جاءت في معرض الاستفهام، وإنما جاءت في إيش؟ في معرض النفي. إذا أول غرض يخرج إليه الاستفهام هو أسلوب النفي، أول غرض يخرج إليه الاستفهام هو أسلوب النفي، وأقول إن هل هنا ليست استفهامية وإنما جاءت بمعنى ما، جاءت بمعنى ما. واضح الصورة بابا الآن؟ واضح الصورة بالنسبة للغرض الأول؟ نعم دكتور. طيب إذن الحالة الأولى استفهام المجازي وليس الحقيقي، إن هل هنا استخدمناها استخداما مجازيا بمعنى النفي، استخداما مجازيا بمعنى النفي، لأن سياق الكلام الذي وردت فيه لا يدل على استفهام إطلاقا، وإنما يدل على صيغة من صيغ النفي وهي ما. كيف عرفنا؟ من خلال أداة الاستثناء إلا التي ارتبطت معها. فكل استفهام، خلي في بالك قاعدة بابا حتى لا تنسونها، كل استفهام يقترن مع إلا، يقترن مع إلا، فإذا هنا هل تأتي للنفي، مثل قول الشاعر هل الدهر إلا غمرة وانجلاء. أيضا الشاعر شو استخدم منه؟ هل الدهر إلا غمرة وانجلاء. شو استخدم شعر؟ نفس العملية، استخدم هل التي هي بمعنى ما، أي يقصد ما الدهر إلا غمرة وانجلاء. إذن هنا نقول هذه هل لم تأتي الاستفهام وإنما جاءت للنفي، جاءت للنفي. هذا هو الغرض المجازي الأول الذي انتقل فيه الاستفهام من الاستخدام الحقيقي إلى الاستخدام المجازي. إذن هنا نستطيع أن نقول عنها أنها هل جاءت مجازية وليست حقيقية. هذا هو الغرض الأول. الغرض الثاني من أداة الاستفهام المجازية في قوله تعالى استخدم الاستفهام المجازي أيضا، قوله تعالى ما لهذا الرسول، ما لهذا الرسول يأكل الطعام، وبعد ويمشي في الأسواق. طيب
الآن اجت لنا أداة استفهامية ثانية اللي هي ما. هنا استخدم النص القرآني الاستفهام التي المن تأتي، أنا أخذتها في القاعدة النحوية، ما المن تأتي؟ تأتي للسؤال عن إيش؟ عن غير العاقل. هذا أخذت القاعدة النحوية، ما تستخدم للسؤال عن غير العاقل. طيب لكن هنا استخدمنا النص القرآني استخداما آخر. النص القرآني صيغتها المجازية وليست الحقيقية. طيب السؤال الذي يوجهني، كيف نستطيع أن نعرف أن ما هنا جاءت للمجاز وليس الحقيقة؟ وما هي المخالفة التي خالفتها ما هنا؟ ما هي مخالفتها للشروط القاعدة المعيارية؟ أجاب دكتور؟ طيب استخدمتنا صيغة مجازية لأنها جاءت تسأل عن شخص العاقل وما تسأل شخص غير العاقل، فهنا استخدمت صيغة مجازية وليس حقيقية. شو اسمك بابا؟ برمن جعفر مهودر. برمن جعفر، أحسنتي يا فاطمة، بارك الله فيك. إذا نقول هنا ما خالفت القاعدة النحوية الأساسية للاستفهام الحقيقي. أجي أرجع وأسأل نفسي، أنا أخذت الاستفهام الحقيقي بأن ما تستخدم علما لغير العاقل، تستخدم علما لغير العاقل، ولكن النص القرآني ماذا أخذها؟ أخذها وركل قضية غير العاقل واستخدمها علما للسؤال عن العاقل. تبي لي شوية نقطة مهمة، للسؤال عن العاقل. كيف عرفنا؟ لأن استخدم بعد اسم الإشارة هذا. اسم الإشارة هذا لمن تلقاه؟ من تلقى على العاقل. هذا وهذه أسماء إشارة تطلق على العاقل، فنقول هذا رجل وهذه فتاة. إذن نستخدم للسؤال عن عاقل، فحولها من استخدام لغير العاقل إلى استخدام للعاقل. فإذا مباشرة نقول هذا استفهام مجازي. استفهام مجازي ليش؟ حتى تخلص من الإشكال تقول يا أستاذ بأن ما أنا عرفتها بالجانب النحوي تستخدم لغير العاقل، ولكن هنا في النص القرآني حولها من غير العاقل إلى استخدام للعاقل. استخدام للعاقل، ما هو الدليل على هذا الكلام؟ لأنها دخلت على اسم الإشارة هذا وليس فقط اسم الإشارة هذا، هذا أضيف إلى اسم بعده يدل على عقل. ما لهذا الرسول؟ ما لهذا الرسول؟ إذا حددها بمن؟ بالرسول. إذا نقول بما أن هذا عاقل إذا ما هنا جاءت مجازية. طيب من سياق الكلام أيضا الغرض الآخر الذي يخرج للاستفهام، عرفنا أنه مجازي ولكن لديه غرض فرعي آخر. من سياق الكلام ماذا نقول؟ بأن هنا جاءت للتعجب، جاءت علما للتعجب، بمعنى الاستفهام هنا مجازي يخرج إلى التعجب. كيف عرفنا التعجب؟ هؤلاء القوم حقيقة يستفهمون أو يتعجبون، ومرادوا استخدام استفهام ولكن بصيغته التعجبية. بعض الناس في ذلك الزمان كان يتصور بأن الرسول هو يأتي من ضمن جنس الملائكة، من نوع الملائكة، فهو لا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج ولا يمشي في الأسواق، فتعجبوا من هذه الظاهرة بأن الرسول هو إنسان بسيط مثلهم، يأكل ويتزوج ويتكاثر ويمشي في الأسواق. فإذا هنا ما جاءت بصيغة التعجب، ما لهذا الرسول؟ تعجب هؤلاء القوم من هذه الحالة التي شاهدوها، شاهد الرسول بأنه إنسان بسيط جدا وهو إنسان مثلهم، ولكن هو عبارة عن واسطة ومبعوث العناية الإلهي للبشر. فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ إذن أرادوا هنا التعجب وليس الاستفهام، ولكن الصيغة الشكلية، الصيغة الخارجية جاءت بصيغة الاستفهام عن طريق أداة ما، عن طريق أداة ما. إذن هنا ما خرجت من استخدام لغير العاقل واستخدمنا للعاقل، فإذا خرج الاستفهام من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي، وجاءت هنا باستخدام التعجب. هذه الصيغة الثانية للاستفهام المجازي. واضحة بابا ولا عيدها؟ إذا ما واضحة لي ما لا تخجل، إذا ما واضحة لي صار واضحة تعيدها. لا دكتور عيدها دكتور. عيدها من واضحة دكتور؟ لا خلينا نشوف من هذا قال عيدها يا بطل. دكتور عيدها دكتور. شو اسمك بابا؟ ماهر رجاء. ما صار ما في الجلد ما
نأتي إلى الاستفهام النوع الثاني من الاستفهام، وقلنا بأن الاستفهام المجازي جاء الصيغة بهذه الطريقة في قوله تعالى: ما لهذا الرسول، ما لهذا الرسول يأكل الطعام يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. أنا أمام هذا النص، إجاني هذا النص بالامتحان، وأريد أطلع إن كان هذا استفهاما حقيقيا ولا استفهاما مجازيا. أجي إلى مثل ما قلنا في الموضوع السابق، محمد علي سعد كان يتوياك، إحنا شلون بالله إحنا ما عندنا شغل عمل، بس نقول لك بس كافي اسكت، يعني الله غضب علينا اليوم. نأتي إلى أداة استفهام. قلنا في الدرس السابق أن أول مرحلة من مراحل بيان الفرق بين الحقيقة والمجاز أن تحدد موضعك. أجي إلى أداة استفهام، ما أضع جواب خط، أقول هذه ما، هنا جاءت الاستفهام، ما جاءت الاستفهام. طيب أجي الآن المرحلة الثانية، أبين إن كان هذا الاستفهام حقيقيا ولا مجازيا، استفهام حقيقي ولا مجازي. أجي أنا قال بيني وبين نفسي، أنا حافظ أدوات الاستفهام ومطلع عليها، اطلعت على متى تستخدم للزمان، وأين للمكان، وإيانا للزمان، وكيف للحال، وأن استخدامات الثلاثة، ومن وما إلى آخره. فأقول أنا ما مر علي سابقا، وهي أداة استفهامية إما تستخدم لغير العاقل، لغير عاقل، ما تخصصت في الدخول على غير العاقل. صحيح الكلام لو مو صحيح؟ خلي عصف. إذن أقول إذا كانت هذه ما استخدامات الغير عاقل، لماذا جاءت هنا استفهام للعاقل؟ لماذا تحولت استفهام للعاقل؟ ما هو دليل أنه ارتبطت مع هذا؟ وهذا اسم إشارة يدل على العاقل، فأقول هذا رجل وهذه فتاة. أسماء الإشارة دائما تدل على العقلاء، على جماعة العقلاء. ما هو العاقل؟ الإنسان. العاقل هو الإنسان. فإذا نقول بأن ما دخلت على اسم الإشارة هذا، ليس فقط اسم الإشارة هذا، وإنما هذا ارتبط مع اسم آخر كان مضافا إليه، وهو الرسول. إذا هذا ارتبطت مع الرسول. إذا كيف تستطيع ما التي لغير العاقل أن تدخل على العاقل؟ فإذا أقول هذه ما استخدمت استخداما آخر، أقول ما استخدمت استفهاما آخر، وانتقلت من الاستفهام لغير العاقل إلى الاستفهام للعاقل، إلى الاستفهام للعاقل. وإحنا قلنا في بداية محاضرتنا هذه، أي أداة استفهام خاصة تنتقل من حيز إلى آخر تدخل إيش في باب المجاز، تدخل في باب المجاز. فإذا أقول هذا استفهام مجازي. لماذا استفهام مجازي؟ لأن ما انتقلت من استخدام غير العاقل إلى استخدامات للعاقل، فإذا خرجت في غرض المجاز. بعد أجي إلى سياق الكلام، عرفت أن هذا استفهام مجازي، خلاص من عندك. أجي إلى سياق الكلام، سياق الكلام لا يدل على السؤال، وإنما يدل على نوع من أنواع التعجب. هؤلاء القوم الذين كانوا يتعجبون من هذا الرسول، يستغربون من هذا الرسول، كان يتصور الإنسان المشرك القريشي في تلك الفترة بأن الرسول يجب أن يكون من جنس الملائكة، من نوع الملائكة، وأن هؤلاء الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتناسلون، فكيف يكون هذا الرسول إنسانا بسيطا مثلهم، يأكل ويمشي ويلعب ويمرح إلى آخره؟ فبدأوا يتعجبون، فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. إذن أقول هذا استفهام مجازي يخرج إلى غرض التعجب، لأن سياق النص يوحي بهذا التعجب. وكيف عرفته؟ من خلال انتقال ما من غير العاقل إلى السؤال عن العاقل. هذا هو الغرض الثاني للاستفهام المجازي. عرفنا الغرض الأول وهو النفي، عندما تأتي هل مع إلا، انتبه هل مع إلا، فإن هل هنا بمعناها للنفي، وهنا جاء الاستفهام في هذه الحالة بما، عندما انتقلت من غير العاقل إلى استخدام للعاقل فخرجت إلى حيز المجاز. واضح بعض الأنسة؟ واضح اليدي؟ نعم دكتور، شكرا دكتور. بس عفوا يعني كل ذات إذا خالفت قاعدته يكون مجازي. شون بابا؟ شون بابا؟ كل ذات إذا خالفت قاعدته تدخل إذا مجازي؟ أحسنت، وقلت لك في بداية المحاضرة بابا، قلت لك إنه أدوات الاستفهام أي وحدة تخرج من قاعدته تتحول استفهام مباشرة بعد.
احنا ليش اخذناها؟ ليش اخذناها؟ قلت لك في البدايه من اداه استفهام خاصه، وهاي تطلع عليها وتحفظها برضه حتى تكون. اذا وجدت اي وحده من هذه الادوات الخاصه واستخدمت استخداما اخر بدون على مجازي مباشره، من للعاقل اذا دخلت في غير العاقل صارت استفهام، ما لغير العاقل اذا دخلت للعاقل اصبحت استفهام. متى؟ اذا كانت السؤال عن الزمان في الحقيقي، اذا خرجت الى استخدام اخر استخدمت مجازي خلاص، وهكذا بنسوي بقيه الادوات. فاي وحده من هذه الادوات الاستفهاميه تخرج من مكانها الى مكان اخر تستخدم للاستفهام وليس الحقيقه. واضح الصوره بابا الان؟ طيب. نعم دكتور، شكرا دكتور. حياك الله بابا. نجي إلى الغرض الآخر، نجي إلى الغرض الآخر وهو أيضا استفهام لما يسمى للتبني. يأتي المتنبي ماذا يقول؟ يقول هل الحدث الحمراء، هل الحدث الحمراء تعرف لونها؟ هنا الشاعر وجه سؤاله لمن؟ إذا اعتبرنا الحدث الحمراء، ما هي الحدث الحمراء؟ هي قلعة بناها سيف الدولة الحمداني، عبارة عن قلعة. طيب، لا أسألك أنت بابا، شو اسمك العفو؟ أسألك أنت. ماهر، يلا ماهر. لمن وجه هذا السؤال المتنبي يا ماهر؟ دكتور غير عارف. أحسنت أحسنت يا مار. إذا أجي أقول إن هذه الاستفهامية وجهت لمن؟ لغير العاقل، وجهت لغير العاقل، وجه السؤال إلى العاقل. وأنا قلت في تعريف الاستفهام هو طلب العلم بشيء كان مجهولا مين من أحد الأشخاص، يعني يجب أن يكون السؤال موجه إلى أحد الأشخاص. ولكن المتنبي ماذا؟ خالف هذه القاعدة المعيارية، خالفها ونسفها تماما، فوجه السؤال إما إلى القلعة، أي أراد أن يستفهم أيتها القلعة الصامدة الجامدة المتحجرة، هل تعرفين ماذا أصبح لونك من كثرة الدم والقتل الموجودة في تلك المعركة بين سيف الدولة وبين جيش الروم؟ فإذا السؤال وجه الشاعر وجهه إلى القلعة، هل الحدث الحمراء تعرف لونها وتعرف أي الساقين الغمائم؟ إذا وجه السؤال علما إلى غير العاقل. بالامتحان أجاوبها حتى أحطه على شكل مسودة، أقول هذا السؤال علما وجه إلى غير العاقل. وعندما يوجه السؤال إلى غير العاقل مباشرة أقول هذا استفهام مجازي ولا حقيقي؟ مجازي. استفهام مجازي. أحسنت، مجازي. فأقول بما أن السؤال وجه إلى غير العاقل، كأن يكون نهر، كأن يكون جبل، كأن يكون فضاء، كأن يكون زمان، أي شيء في الطبيعة لا يمتلك عقلا مثل الإنسان نسميه بغير العاقل. فالشاعر هنا وجه سؤاله لمن؟ إلى المكان، إلى القلعة. ولكن نقول بأن هذا استفهام ليس حقيقي وإنما استفهام مجازي. ما السبب؟ كيف تعلليها بالامتحان؟ قل يا أستاذ لأن السؤال وجه علما إلى غير العاقل، ومن المستحيل أن يكون غير العاقل يجيبك عن هذه الإجابة، فنقول بأنه استفهام مجازي. قلنا في الدرس السابق في المحاضرة الأولى والثانية أن أي نوع من أنواع الطلب يوجه إلى غير العاقل ماذا نسمي هذا الطلب؟ نسميه بأسلوب التمني، نسميه بأسلوب التمني. إذا كان أمر تبل شوية، إذا كان أمر موجه إلى غير العاقل أمر مجازي تمني، مثل الشاعر عندما قال فيا موت زر، هذا الأمر إما نوجهه للموت فقلنا هذا أمر مجازي تمني. أو إذا كان نهي موجه إلى غير العاقل عيني جودة ولا تجمدة، إذا هذا علما نقول نهي مجازي تمني. أو إذا كان استفهاما موجها إلى غير العاقل أيضا أقول استفهام مجازي يخرج إلى غرض تمني. فهذه القاعدة الذهبية خليها فيما حتى تنساها، أي طلب، خليني أكتب لك إياها، أي طلب موجه إلى غير العاقل
يخرج للتمني. هاي النقطة مهمة تدخل في بالك، أي طلب يوجه إلى غير العاقل يخرج للتمني. ولكن انتبه رجال، انتبه رحمة الوالدين، بالامتحان لما يجيك من هذه الأمثلة خارجية مو تكتب ياه فقط تمني مثل عباس المستاجي وتطلع، لا، تحدد لي نوع الطلب، تحدد لي نوع الطلب. أمر مجازي تمني، نهي مجازي تمني، نداء مجازي تمني. مو تكتب ياه تمني وتخلص ويقول الأستاذ على كتاب حليتها صحيح، لا، تحدد لي نوع الطلب في البداية، تقول لي هذا استفهام مجازي المن يخرج، يخرج الى غرض تمني. لماذا؟ اذا جيت تعليل تقول لي لانه موجه المن الى غير العاقل، هذا التعليل. اذا جاءك بيان السبب تكتب لي اسباب لانه موجه الى غير العاقل. اذا تقول لي استفهام مجازي تمني، امر مجازي تمني، نهي مجازي تمني، وهكذا. فكل طلب موجه الى غير العاقل يخرج هذا من الحقيقه للمجاز ولاسلوب التمني. واضح؟ حصل الان الغرض الثالث. نعم دكتور. نعم دكتور.